لقد تركت الصلاة سنينا عديدة وأجهل عدد الصلوات التي تركتها، ولكني والحمد لله قد ندمت على تركي لها وبدأت الآن في أدائها، فهل علي قضاء ما فاتني في تلك السنين أم لا؟ يكفيك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عما مضى والمحافظة على الصلاة في المستقبل، والتوبة تجب ما قبلها، لأن تركك للصلاة في الفترة التي مضت وأنت متعمد لتركها هذا يخرج من الملة على الصحيح من قول العلماء. لكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة وحافظت على الصلاة فهذا يكفيك إن شاء الله. نعم.